صدقت. لا أعرف طريقة أتحدث فيها بشأن تعديلات دستورية في دقيقتين، هو نفس الوقت اللي بيخصص للحديث في اتفاقية دولية بتبقى أحيانا من مادة واحدة. لكن هوزع الدقيقتين على نقطتين اتنين، الأولى متعلقة بقناعتي قناعاتي الشخصية، والثانية متعلقة بواجبات النيابية. على مستوى قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة التي لم أسمع أن أحدا من المتخصصين في العلوم الدستورية تجرأ على العلم أو اقترأ على الحقيقة وقال غيرها، فإن ما نقوم به الآن في مجلس النواب قولا واحدا هو باطل دستوريا. هذا استنادا إلى موضعين في المادة 226 وليس موضعا واحدا. هذا لأنه ليس من حق هذا البرلمان أن يعدل المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة أو بمبادئ الحقوق أو الحريات أو المساواة إلا لمزيد من الضمانات، ثم أنه ليس أيضا من حق مجلس النواب إلا أن يعدل لا أن يستحدث مادة جديدة تخالف كل الأعراف القانونية وحتى اللائحية، لأنها تفقد صفة العموم والتجرد وجاءت مفصلة خصيصا لشخص واحد لم يغب عنها إلا أن نفتح قوسين ونذكر اسم هذا الشخص. أما على مستوى واجبات النيابية فأنا مضطر للأسف إذا ما وافقت الأغلبية أن ندخل في التفاصيل ونتحدث في المواد التي جاءت جميعها ردة، انتكاسة، عودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما كان قبل 25 يناير، تركيز السلطة المطلقة في يد شخص واحد ونحن نؤمن أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، نحن نضحي الآن بما يعد مكتسبا وحيدا للشعب المصري بناء عليه سيادة النائب الوقت انت، ونعود إلى ما يشبه منطق العصور الوسطى في نظم الحكم. بناء عليه رئيس، انت حضرتك اديتني دقيقة. كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ، بينما كان ينتظر منا الشعب حقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاءت له الأغلبية بتعديلات دستورية. أذكركم يا سادة بكلام الخال، ومصر عارفة وشايفة وبتصبر، لكنها في خطفة زمن تعبر وتسترد الاسم والعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. شكرا سيادة النائب.